من جديد في فير بلاي، نحكيو على الانتدابات في الانديه التونسيه. تواصل الميركاتو، اول انتداب لنادي هلال الشابه بعد قرار التاس برفع المنع، رفع الحظر على الفريق. معنا الجارديان اللي تم انتدابه يوم امس، تم الاعلان على الصفقه ايضا اليوم كذلك، عبد السلام الحلاوي. عبد السلام، اهلا بيك. اهلا بيك خويا اسلام وكل مستمعيك. مرحبا بيك عبد السلام. دونك تجربه جديده مع فريق هلال الشابه، فريق عرض ظروف خاصة في الموسم الماضي، كيف صارت الاتصالات الساعة؟ والله كلمني سي توفيق، معناها اقترح عليا معناها على الجمعية نتاع الشاب اللي ماهيش غريبة عليا، معناها تسمى الشابة، معناها من با 15 مينوت تكون في الشاب. فهمتني، حكينا في عنده معناها اوبجيكتيف معناها سبورتيف اللي هو يحب يعمل جمعية باهية العام الجديد هذا، وعنده دي زوبجيكتيف باهيين، معناها دي حب يعمل حاجه باهيه، معناها فهمتني. عجبني كلامه وعجبني اقتراحه وكل شيء، معناها نحكيه معناها كل شيء ماديا وبجيكتيف سبورتيف وكل شيء كل شيء. ان شاء الله يكون معناها، ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ترجع الشاب، وان شاء الله ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. انت كنت في السعوديه عبد السلام، عاش متواصلتش التجربه غادي؟ والله خويا اسلام السعودية صحيح معناها باهية، مش حتى واحد يقول معناها السعودية مش باهية، الناس الكل تحب تمشي للسعودية تو، فهمتني؟ مي السعودية علاش حبوا نمشيو لها احنا مثلا جورات في تونس؟ فلوس خير، فلوس مضمونين. يعطيك الصحة خويا، مضمونين خير ومن بعد مضمونين. خويا اني ما نكذبش عليك، جي لهنا تو الاوفر اللي جاني من عند الشاب معناها فلوسي باهيين ومضمونين، معناها علاش ماشي للشاب؟ ترانا ونروح لداري، فهمتني؟ علاش ماشي للسعودية تقصد؟ علاش ماشي للسعودية؟ فهمتني؟ معناها يا خويا هذاك شنو نحبوا احنا، راهو كي نلقاو حاجة معناها باهية وحاجة تساعدنا وتكون معناها فما مصداقية وفما معناها فما كلمة تقولوا فيها احنا في الكورة، معناها فهمتني؟ وكل شيء علاش لا، معناها ما نمشيوش معناها لا للسعودية لا لحد. صحيح تطمح باش تمشي مثلا لاوروبا ونقول لك ايه، تولي ما عادش تخمم معناها في تونس، اما رانا السعوديه معناها نمشي والناس الكل تمشي للسعوديه راهو على الفلوس، فهمتني؟ اكيد هكا هو لا اكثر ولا اقل معناها. بيع عبد السلام، الفريق وضعيته غامضه شويه لحد الان، ماهيش فاهمين الناس الكل وين باش ترسي مع الشاب، ما عادش خذيتوا ضمانات اللي الفريق باش يكون موجود يلعب العام الجاي. بالطبيعة والله أنا حكيت معناها كي حكيت مع رئيس النادي، قال لي معناها أعطانا كل التطمينات وكل اللي تحب عليه أنت، معناها باش إنه الشابة معناها العام الجاي إن شاء الله باش تكون موجودة في الناسيونال، معناها وعلى إحنا هذاك علاش معناها اللي قبلت معناها اللوفر هذا، وإن شاء الله إن شاء الله بعد ثم حاجات أخرى اللي حكينا فيها إحنا مع بعضنا ما نجمش نقولها تو، أما معناها كل انسان يحكي معاك كل ثقه في النفس وكل معناها كل ثقه معناها انه عام الجاي باش يكون موجود في الناسيونال، ومانيش كاناني معناها مشيت للشابه تو، ثم 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 دي ريكروتمون اخرين باش يعملهم تو، تسمعوا بهم على قريب. باهي، وقتاش تبدا ان شاء الله؟ بديتوا الاونترينمون ولا ما زلت؟ والله بديت امس اول سيونس عملت دونترينمون، واليوم تو اخويا راني ماشي للاونترينمون زاد تو. يعطيك الصحة، شكرا لك عبد السلام، بالتوفيق ان شاء الله ليك في تجربتك الجديدة مع هلال الشاب. عايشك، ميرسي بوكو، بارك الله فيك. عايش، مازلنا مواصلين في فاير بلاي حتى الخمسة، لكن قبل نذكركم نتيجة أونس جابري. لحد الآن تلعب حاليا مقابلة الكارد فينال في بطولة ويمبلدون، أونس انهزمت في السيت الأولى 6-4، حاليا التعادل 2-2 في السيت الثانية. سابالينكا كانت بريكات أونس من الأول، بعد أونس عودت استرجعت الشوط نتاعها بعد بريكات سابالينكا، حاليا 2-2 في السيت الثانية، التعادل أيضا 40-40 بالنقاط، والإرسال عند سابالينكا، إن شاء الله تفوز أونس بالسيت هذه، سيت مهم أكيد جدا. التقدم حاليا سابالينكا قبل من أجل النقطة الثالثة في السيت الثاني. على كل موزيكا بعد مكملين، بعد شوية باش يكون معنا طلال بن مصطفى عضو هيئة المديرة نادي حملنف، نحكيو معاه هو باش يطلب حق رد على مقاله البارح فهم المعواني في